الأميرة المرامية رئيس المشرف على مسير طنجبير، على الرغم أن مؤسسة طنجبير حديثة نشأة، فهناك تدخلات وطورت تدخلاتها لم تقتصر على الإيواء والأكل، بل هناك دعم مدرسي، إعلاميات، مسرح، رحلات، تجويد القرآن، أمداح نبوية. وبهذه المناسبة نشكر جميع المتدخلين وعلى رأسهم السيد عامر صاحب الجلالة، الأولوية اللي كانتها لهذه المستفيدات والزيارة ديالو اللي هو الأب الروحي لهم، اللي بعد الزيارة ديالو الناس كانت عندهم واحد الثقة كبيرة في النفس والأب الروحي ديالهم، وكيبغيو دائما يكونوا في المستوى باش يرضيهو. كذلك كان جميع الفاعلين دون ذكر الأسماء والمحسنين، وشكرا.